النظامية. الحمد لله. هذه مهمة، هذه التصاريح المهمة و والحسابات الرسمية المعتمدة، حتى أن الجمعية معتمدة ولا لا؟ معتمدة وحساباتها يعني هذا من العمل خاضع الذي يشكر عليها جزاهم الله خير ولاتنا في توسعة المناشط التي يقوم بها الناس، لكن تنظم وتقنن حتى ما يأتي ضعيف نفس يستغلها عليهم أو يسيء إليهم وإلى نفسه. الوقف هذا من أعظم منافع المسلمين على غيرهم. ما من أحد من الصحابة رضي الله عنهم إلا وكان عنده مال إلا وأوقف منه. أصل حديث الوقف، والوقف حتى نعرفه للأخوان، هو تحبيس الأصل وتسبيل منفعته. يا سلام. تمام. هذا أخصر ما ذكره الفقهاء في تعريف الفقه، تحبيس الأصل. تمام. يحبسه أي لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث. تمام. وتسبيل المنفعة، منفعة هذا الأصل إن كان هو زرع في ثمرته، إن كان هو سكن في سكناه وتأجيره، إن كان هو ما في حمله وسقياه وشربه، إلى إن كان هو علم، لأن باب الوقف ما لها ما له شيء يحده، عام لكل ما ينفع. فلذلك ذكر منها أو مصحفا يورثه أو علما ينتفع به. ابن عمر رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، سقت لأجل حديث الوقف أصله، فجاء عمر فقال يا رسول الله إن خير مال أصبته، أطيب مالي كله، أرض أصبتها في خيبر. ترى الصحابة رضي الله عنهم قبل خيبر فقراء، داقهم الفقر دق. ولا يخفى شريف علمكم لما جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام وجهه حمر طارت عيونه من الجوع، فنظر فيه عليه الصلاة والسلام قال ما بك أبا هر؟ فكشف عن بطنه وإذا حزمها بحجر، ما لا شيء. والله الرجال الحين يقصون بطونهم من الشبع. صحيح اخواني. الحمد لله. الحمد لله. الرسول والصحابة يربطون الحجار على بطونهم من الجوع. وحنا من زود النعمة نرجو أن لا تكون طغى ولا طغيان. يقصون الناس بطونهم بفلوس من الشبع. الحمد لله. ما هو ببلاش، بفلوس بعد. الحكمة لله. فتبسم عليه الصلاة والسلام وإذا أبو بكر مزبل عليه. وجهه مثل وجه أبي هريرة. الله أكبر. فكشف أبو بكر عن بطنه وإذا هو مثله مثل أبي هريرة، رابط عليه حصى. فكشف النبي عليه الصلاة والسلام بطنه، لا شكوى، ما هو بيشتكي لهم ولكن يخبرهم ويسليه، وإذا قد ربط على بطنه حجرين. خير من وطئت قدماه الثرى، خير من وطئ الأرض، صلى الله عليه وسلم، أفضل عباد الله كلهم. ولو طلب الجبال تتذهب. نعم. يربط على بطن حجرين، صلى الله عليه وسلم. سلاهم وسلانا، لكن والله خلانا في وجه الحنة. والله شكوى لله. النعمة اللي يمكن ما بنا إلا ودنا نخفف من المطعومة. يا ربي لك الحمد. في ناس ما تعشى الحين. عسى الله لا يجعلها حسنات عجلت. يقول في ناس ما تعشى الحين، يقول لك والله تجيني التخمة. ما يتعشى من الشبع. من الشبع. يقول والله فطوري كذا وغداي كذا وبين المغرب والعشاء ماكل كذا. فخلاص ما عاد في مجال لوجبة العشاء، فهذه من النعمة، صلى الله يرزقنا وياكم. أطراها هذه يا أخواني خيبر، فلما فتحت خيبر اغتنى المسلمون رسولهم وصحابتهم، إنا فتحنا لك فتحا مترى خيبر. يقول عمر رضي الله عنه إن خير ما إن أصبته يا رسول الله أرضا لي في خيبر، فما أصنع بها؟ قال إن شئت، هذا من باب الخيار والحث، إن شئت